بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى هاري وحوصي وذننا لكتردين يتحانها أها إما دادة بايكميستري هل كان ما أنتو حاكو بلاغينا جبتر عصوب وواحد يدونو نيكليوتايد كيميستري يو ميتابليزم كيسا لكتر كوغو هرايو ما أنتو أكاحد لينو ونيكليوتايد كيميستري نورمالي نيكليوتايد وحو كسميسين يهي سدح شيء سدح هذا سوكالا ميت كوغو هرايو نيتروجينوس بيس كان لابات فوسفيت جروب كان سدحادنا رايبوس شوغر نيتروجينوس بيس كو نيكليوتايد كو كسميسين يهي لاميت ايو نقون كرا اما وا بيورين بيس اما وا بايرميدين بيسيس بيورين بيسيس كان اي كنفتر كودا لابيك وسيك لبحان ادينين ايو غوانين هلكا بايرميدين بيسيس كا اي كسدح يوك لبحان وحين كليهين سايتوسين يوراسيل ايو ثايمين رايبوس شوغر كان لاميدو نقون كريا اما وا رايبوس شوغر او سيديسا ووحبا انا كمغنين اما وا ديوكسي رايبوس رايبوس او كاربون نمبر 2 وكمغنية هاي اوكسجين قايب تكوات نيكليوتايدس كاسو اها نيتروجينوس بيسيس ميت كاس عرمينا سي تفصيل وواحد النو نيتروجينوس بيسيس لابي او كالبحايين بيورين بيسيس ايو بايرميدين بيسيس بيورين بيسيس نوا لور رنجي اسكو دغن رنجيان كوات وا لخ جيسوت هلك ميد كان لوادنه وا شن جيسوت هدابا لواد رنج وخي واتان 4 نيتروجينز نيتروجين 1 نيتروجين 3 غان نيتروجين 7 يو نيتروجين 9 ماركو 4 نيتروجين يو شن كاربونز كاربون 2 كاربون 6 كاربون 5 كاربون 4 يو كاربون 8 isla بيورين رينج نورمال ka aha hadii carbon 6 ka ee بيورين رينج hadii lagu dhijiyo amino group بيورين رينج gas waxa uu bixinaya adenine halka hadii carbon 6 ka meesho ku dhagna amino group hadan bedelkiisa ku dhijiyo oxygen sidoo kale carbon 2 gana aan ku dhijiyo amino group بيورين رينج gas waxa uu bixinaya guanine labadaas oo adenine iyo guanine waa major بيورين bases waxaa jira marka minor purine bases oo aan ku arki doono metabolism ka purines ka marka ku sameeyno wixii kaliyeen hypoxanthine iyo xanthine iyo uric acid hypoxanthine asii only carbon 6 umbuu wuxuu ku dhagan yahay oxygen xanthine carbon 6 iyo carbon 2 labadaba waxa ku dhagan oxygen halka marka loo imaado uric acidne carbon 6 carbon 2 iyo carbon 8 saddexdaba waxa ku dhagan oxygen بايرميدين بيس كاسيغا وارينج كاسميسان ليح جيسود ليح دا جيس مركا لابا نيتروجين و نيتروجين نمبر 3 ايو نيتروجين 1 هالك افر تسوه هرتانه و افر كاربون مركا بايرميدين بيس كاسنو هادي كاربون 4 وكو دغن يا امينو جروب كاربون 2 وكو دغن يا اكسجين بايرميدين بيس كاس وحاو بحينا يا سايتوسين هالك هادي كاربون 4 وكو دغن يا اكسجين كاربون 2 وكو دغن يا اكسجين بايرميدين بيس كاس waxaan u bixinaya يوراسيل halka isla carbon 4 iyo carbon 2 haduu ku dhigan yahay oxygen sida يوراسيل oo kale laakiin carbon 5 ka u dheer yahay methyl group بايرميدين بيس كاس asna waxaan u bixinaya thiamine purine bases ka kuwaas oo kala ah adenine iyo guanine labadaba waxay ka qayb qaataan samaynta DNA iyo RNA laakiin marka loo imaado بايرميدين بيسيس سايتوسين كليا ايا كاقب قادنا ايا سمينتا DNA ايو RNA لكن يوراسيل مركلو يمادو only اسي وحو كاقب قادتا سمينتا DNA هالكا ثايمين only وحو كاقب قادتا سمينتا RNA قيب طلبات نيكليوتايد كو كسميسين هاي وارايبوس شوغر رايبوس شوغر كا مركو حونو قانا لبان نوع مر وارايبوس دمستيران كاربون نمبر 2 OH كيسا و دمستيران يهي أكسجين يو H لبادابا ويكود لغيهين هالكا فوم كالو وحا جيو رايبوس اح كاسو كاربون نمبر 2 only وحا يكود لغان هيدروجين و أكسجين لغان ما داما مركا كاربون نمبر 2 او نقضي أكسجين لغان مغا عاو بحنا يوحو نقضي ديوكسي رايبوس ديوكسي او اح معنى هيدا أكسجين لغان مركا رايبوس اسيغو نورمال اح او أكسجين كيسا كاربون نمبر 2 كو اوغوتو wuxuu ka qayb qaataa samaynta RNA halka deoxyribose wuxuu ka qayb qaataa DNA hadii nitrogenous base anoqdo purine base ama anoqdo pyrimidine base any nitrogenous base hadii lagu dhijiyo sugar sugar kaasoo noqon karo ribose ama deoxyribose hadii lagu isku dhijiyo
erayga terminolojiga aan siinaya wuxuu noqonayaa nucleoside. Haddii nitrogenous base-ki iyo sugar-ki isku dhagnaa, haddii lagu sii dhajiyo phosphate group oo saddexdooda isku dhagan, magaca ay qaadanayaan wuxuu noqonayaa nucleotide. Lecturekan oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaa applicationka Imtiaz Academy. Kala soo deg Play Store haddii aad haysatid telefoon Android ah, ama kala soo deg App Store haddii aad haysatid telefoon iPhone. Ka faa'iidaysi wacan.